السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد في قناتكم أبروندر أفيك سيام. إذا كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله في المحتوى ديال هذا الفيديو هذه غادي نبدأ ونخدمه كتاب جديد اللي ظهر هذا السنة هذه بطبعة ديال شتنبر 2021 ألا وهو ميز أبرونتيساج أون فرونسي الخامس ابتدائي. ألوغ الكتاب القديم كان في اللون أورانج وهذا هي اللي خرج هذا العام بطبعة يعني جديدة كيف ما قلت لكم. غادي نبداو إن شاء الله صفحة بصفحة درس بدرس. إذا تبعوا معايا لي فيديو كاملين إن شاء الله. نبداو بأول درس اللي هو كيتعلق بلا ليكتور اي كومبريانسيون. وبطبيعة الحال هادو هاد الصفحات الأولى بعد الثلاثة الأولين ديال ليفالياسيون دياغنوستيك، يعني واحد تقويم تشخيصي للتلميذ باش كيشوفوكم اشنو اللي مازال شادين من السنه اللي فاتت وشنو اللي لا. عاد كندخلوا في الدروس ديال الكتاب. الوغ نبداو نشرحوا ان شاء الله هذا التكست. هذا غادي نقراه بيان سور مره واحده وغادي نعاود نقراه بالشرح. لي فوغي لي فوغي سون ان تريزور دو بيوديفيرسيتي. Elle participe à l'équilibre et à la santé de notre planète. Les forêts fabriquent le bois, donnent des fleurs, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Elles abritent des animaux. Elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales, de plantes rares. Elles sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune et de la flore et des paysages. C'est un endroit de loisirs et de détente. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. Voilà. Alors d'abord, on va lire le texte et on va l'expliquer. Les forêts, يعني الغابات. هنايا في هاد التكست غيهضروا لنا على الغابات كما كتشوفوا حتى في الصور. دايرين هنايا واحد الشجره، هنايا واحد اليد يعني شاده التربه وفوقها شجره، يعني خصنا نحافظوا على الغابات. فوالا. الوغ لي فوغي سون ان تريزور دو بيوديفيرسيتي، يعني الغابات هما واحد الكنز. الكنز ديالاش؟ ديال لا بيوديفيرسيتي اللي هي كتعني مجموعه ديال الكائنات الحيه اللي يعني اللي كتعيش في الغابه. Elle participe à l'équilibre et à la santé de notre planète. يعني هي كتشارك بالدور ديالها في التوازن، يعني ديال الصحة ديالنا وفي الكون ديالنا en général، يعني في الكون كامل. Les forêts fabriquent le bois. يعني les forêts كتصنع، يعني ما كتصنعش هي، كتعطينا لو بوا. شنو هو لو بوا؟ هو الخشب. Donne des fleurs، يعني كتعطينا الورود. Des fruits et فواكه. De l'ombre et de l'air pur. L'ombre هو الظل. Et de l'air pur يعني الهواء النقي، يعني كنشقوا منها الهواء النقي. Elle abrite des animaux، يعني هي المأوى ديال لي زانيمو، يعني كيعيشوا فيها لي زانيمو، الأسود إلى آخره. Elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales de plantes rares. هذه هي الفكره اللي قلت دابا، يعني هي المكان ديال العيش ديال بزاف ديال لي زيسبيس انيمال، يعني انواع الحيوانات ولي بلانط اللي هما غار، يعني هذوك النباتات اللي كيكونوا نادرين، يعني ما كاينينش بزاف، نادرين بزاف، غار ما في تلقاوهم. Elles sont de véritables usines de dépollution، يعني لي فوغي كنعتبروهم بحال واحد الوزينات ديال عدم التلوث. دو لو يعني عدم التلوث ديالاش؟ ديال الماء، دو سول اي دو لير. ال ابسورب دو غاز كاربونيك اي روجيت دو لوكسيجين، يعني هي كتمتص لو غاز كاربونيك اللي كنقصدو به ثنائي اكسيد الكربون وكطرح الاكسجين. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte et de la faune et de la flore
يعني بالنسبة للكبير والصغير لا فوري هي واحد المكان جميل بزاف اللي كنقدروا أننا نكتشفوا فيه لا فون اي لا فلور، يعني هذوك الحيوانات ولي زيتغ فيفون اللي كيعيشوا فيها، يعني اللي كيكونوا بريين ولا اي دي بيزاج وديال المناظر الطبيعيه، حيت الغابه هي واحد المنظر طبيعي جميل جدا. سي ان اندرو دو لوازير اي دو ديتونت، يعني هو ايضا واحد المكان ديال لي لوازير، يعني كنقدروا نمشيو للغابات ونلعبوا ونستمتعوا ونسترخاو. لا ديتونت هي الاسترخاء. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. يعني كل شيء كبير وصغير العالم كامل خاصه يحمي لا فوري ويحترمها لانها هي واحد لا غراند ريشيس، واحد الغنى كبير، يعني واحد الحاجه واحد الثروه كبيره بزاف. فوالا غنمشيو دابا نجاوبوا على الاسئله ديالنا. اولا قالوا لنا دو كيل تيب اي سو تيكست، يعني هذا لو تيكست هذا اش من نوع هاد لو تيكست، حيت عندنا بزاف ديال الانواع. عندنا مثلا لو تيكست ناراتيف هو لو تيكست اللي كنعاودوا فيه شي حاجه. باغ اكزومبل انا مشيت لي فاكونس دو سون في مراكش، غادي نجي وبقى نعاود نقول لك جي فواياجي ا مراكش، جي فيزيتي لا لي مونيمون هيستوريك الى اخره. هذا اش كيسميوه ناراتيف. هنايا عندنا هاد لو تيكست هذا الي انفورماتيف، يعني تكس معلوماتي، يعني واحد تكس كيعطينا معلومات، كيعطينا معلومات على الغابه، ولا ممكن نقولوا له حتى ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني كيوصف لنا الغابه شنو فيها الى اخره. وفي الاخر كاع كيعطينا دي كونساي ولا دي زورد، يعني كيف خاصنا نحترموا الغابه الى اخره. دونك كنسميوه تكس انفورماتيف. فوالا انا كاتبه هنايا لي ريبونس. الوغ سو تكس اي انفورماتيف، تقدروا تزيدوا حتى ديسكريبتيف حتى هي راها صحيحه. كو ريبريزونت لي فوري، يعني لي فوري ولا الغابات شنو كيمثلوا لينا؟ الو هما كيمثلوا لينا واحد الكنز كبير ديال دو بيوديفيرسيتي، يعني واحد الكنز ديال الحيوانات والاوراق والاشجار. قلت لكم كو بيو ديفيرسيتي هي لونسامبل ديال لي زيتغ فيفون اللي كاينين في هذا في الغابات. دونك نقولوا لي فوري ريبريزونت ان تريزور دو بيوديفيرسيتي. فوالا غوليف تخوا رول كو جو لا فوري دون نوتر في، يعني نجبدوا واحد ثلاثه ديال الادوار اللي كتلعبهم الغابه في الحياه ديالنا. الوغ الغابه ادوار عندها بزاف. الوغ اولا كتعطينا لو بوا، الفابريك لو بوا دون دي فلور دي فروي الى اخره. دونك كتعطينا بزاف ديال الحاجات. ثاني حاجه elle participe à l'équilibre et à la santé de notre planète، يعني هي كتشارك في التوازن ديال الصحه ديالنا وديال الكون ديالنا. هادو هما الادوار ديالها. فوالا من بعد قالوا لنا pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution، يعني علاش الغابات كيعتبروهم بحال معامل ديال عدم التلوث. الوغ هما قالوا لنا هنايا دونك غادي نقولوا الجواب التالي elles sont considérées comme des usines de dépollution car elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. انا درت هنايا 3 points de suspension. انا غنوريكم الجواب في التكست. فوالا هذا هو الجواب. elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène، يعني هي كتمتص ثنائي اكسيد الكربون وكطرح الاكسجين. قالينا سؤال واحد هنا كو بوف فير اي غران بيتي اي غران بور لا فوري، شنو ممكن يديروا الناس كبار وصغار بالنسبه لا فوري. الوغ اون دو لا بروتيجي اي لا ريسبكتي، حيت هي اون غران ريشيس. الوغ اون دو لا ريسبكت لا بروتيجي اي لا ريسبكتي كار سي اون غران ريشيس. ممكن تزيدوها ممكن ما تزيدوهاش، ماشي مشكل. ندوزو دابا لا غرامير. لي سو تيكست بوي كومبليت لي فراز. لا فوري ان ميليو ناتوريل او فيف بليزيور اسبيس انيمال اي فيجيتال. لي اسبيس انيمال فون بارتي دو لا فون اي لي اسبيس فيجيتال دو لا فلور. سولون لي كونتينون لي بيي او لي ريجيون
où l'on vit, on ne trouve pas les mêmes espèces, que ce soit des animaux et des végétaux. Alors, je vais vous expliquer ce texte. La forêt est un milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales et végétales. يعني الغابة هي واحد الوسط طبيعي اللي كيعيشوا فيه الحيوانات والنباتات. Les espèces animales font partie de la faune. يعني الحيوانات هما اللي كنسميهم لا فون ودوك النباتات والاشجار وهداك الشيء كنسميوهم لا فلور. Selon des continents, les continents, les pays ou les régions où l'on vit, on ne trouve pas les mêmes espèces, que ce soit des animaux et des végétaux. يعني كل مثلا كل قارة وكل دولة كيكونوا كيعيشوا فيها مثلا شي حيوانات اللي ما كيكونوش في بلاصة أخرى. هذه هي الفكرة اللي بغاو يعبروا لينا عليها. قال لك selon les continents هما القارات, les pays ou les régions où l'on vit, les pays هما الدول ou les régions يعني المناطق اللي كنعيشوا فيها, on ne trouve pas les mêmes espèces. يعني ما كنلقاوش نفس الانواع ديال الحيوانات والنباتات. قالوا لنا ce texte contient phrase, يعني نقولوا لهم 3 فراز, يعني حيت هنا عندنا 3 ديال الجمل. الوغ باش نعرفوا الجمله كتبدا لينا في الماجيسكول وكتسالى لينا في البوان. الوغ الجمله الاولى من لا فوري حتى الفيجيتال, والثانيه من لي زيسبيس حتى الفلور, والثالثه سولون لي كونتينون حتى الاخر. الوغ عندنا 3 فراز اي سون اكريت سور ليني. ليني هما السطور, يعني تكتبوا لينا في 4 ديال الاسطر سور 4, سمحوا لي سور 4 ligne. Voilà. Galolina après relève dans le texte, yani a dit xrjou men texte deux noms féminins au singulier, yani jouj ديال الاسماء اللي يكونوا مؤنث ولكن هما في المفرد. Alors انا خرجت جوج هنايا, la santé صحه, la forêt الغابه. من بعد deux noms masculins au pluriel, يعني جوج ديال الاسماء مذكر ولكن يكونوا في الجمع. الوغ درت هنايا دي بيزاج المناظر الطبيعيه, هما دي بيزاج في المذكر. في المفرد كنقولوا ان بيزاج يعني هذا مذكر, دي زانيمو كنقولوا ان انيمال. نكملوا السؤال الثالث. قالوا لنا il indique indique s'il s'agit d'une phrase déclarative ou phrase interrogative ou une phrase d'une phrase exclamative ou d'une phrase impérative. غادي نعطيهم لكم خلاصة. phrase déclarative هي الجملة اللي كنعطيو فيها فكرة وصافي, بحال احمد مونج اون بوم كنعطيو فيها فكرة ولا معلومة. phrase interrogative هي la phrase où on pose une question كنطرحو فيها سؤال, بحال quel âge as-tu, quelle heure est-il, comment tu as passé ta journée, il a arrêté. Phrase exclamative هي الجملة اللي كنتعجبو فيها, par exemple غادي نقولو quelle belle voiture. و phrase impérative هي الجملة اللي كيكون فيها الأمر أو النصيحة. إذن à l'avenir sois plus poli, يعني في المستقبل كن مؤدب, كن مؤدب. إذن ملي كنقول كن مؤدب هذا راه أمر, c'est un ordre, donc هادي غنسميها phrase impérative. Pensez-vous nous accompagner, يعني واش كتفكروا انكم ترافقونا. هذا سؤال كيتسال بعلامه استفهام. اذا فراز انتروغاتيف. il ramasse les déchets jetés dans la nature, يعني هو تيجمع النفايات اللي مرميين في الطبيعه. اذا هذه جمله عاديه يعني عطيت فيها معلومه وصافي. فراز ديكلاراتيف. Comme je suis heureuse de t'accompagner, يعني انا شحال فرحانه حيت غادي نرافقك وغادي نمشي معاك. دونك هذه فراز اكسكلاماتيف كنتعجب انا فرحانه, يعني كنعبر على واحد الاحساس. اون اكسبريم ان سنتيمون. بالنسبه لهذا السؤال هذا كومبليت شاك نون باغ ان ديتيرمينون. لو ديتيرمينون هما الكلمات اللي تيكونوا قبل من الاسم, هذيك لو لا اون ان دي ما الى اخره. صافي هذوك هما لي ديتيرمينون. الوغ انا قلت لكم انا عطيت جاردينيي عطيتها لو ديتيرمينون لي جاردينيي. لي جاردينيي هما هذوك الناس, هذه مهنه, المهنه ديال دوك الناس اللي كيكونوا كيقيدوا الجرادي وكيصايبوهم وكيصايبوا الكازون كنسميهم لي جاردينيي. هنايا ان اربر ولا ممكن نقولوا لاربر, ياك ان اربر الشجره. اون ميزون المنزل.
de l'herbe. هنا يندر ال apostrophe اللي حدث هذه الكلمة كتبدأ ب h muet. Donc l'herbe ou العشب. Le sentier. هنا ينخصيت لها le ولا un sentier. Une randonnée ولا un ولا la randonnée. Ça fait هذه الكلمات اللي يكونوا كيتسالوا ب e e فوق accent ال e واحدة أخرى كيتسكنوا كيكونوا فيمينه ومازال غادي يجيونا في واحد الدرس من بعد. Souligne le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect de chaque phrase. Alors, le complément d'objet direct, c'est le verbe qui est dans la phrase. Ahmed mange une pomme. La pomme, une pomme, il y a le complément d'objet direct. Ça se met au direct, c'est directement après le nom, après le verbe. Pardon. Les jeunes respectent la forêt. Alors, les jeunes respectent quoi? La forêt. Donc, la forêt, il y a le complément d'objet direct. On a starté. On a tu prends soin. Tu prends quoi? Tu prends soin. Donc, soin. C'est le complément d'objet direct. De quoi? De ton arbre. Donc, c'est le complément d'objet indirect qui compte qui avant nous d'aïman une préposition ou la harf rojar. On a la préposition. Il y a hadik de ou la dans ou la... sur donc il y a plusieurs prépositions en français. Voilà, غادي نحبس لا فيديو هنا باش ما تجيش طويله بزاف وغادي يكون الكماله ديالها ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غنخدموا فيه لا كونجوغيزون والاورتوغراف و لا برودكسيون اكريت. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا و نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اوغوفوار.